سبعينية في العمر وذاكرة تفوح منها رائحة الصبا. أم تيسير ابنة قرية بيرين في ريف سلنفا في اللاذقية تروي لنا الحكاية العتيقة في هذه القرية والتي تكرس استمرار العطاء. كانت طفلة صغيرة وما كان عندنا أهلي بالبداية، كانوا من 14 سنة ما كان عندنا ولاد، يعني شافوني وما صدقوا والله، وربيت وغنجوني يا لطيف. كان جدي وستي مثل بيقولوا كنت أنا الوحيد بالدنيا، وبعد اللي كبرت شوي صرت ساعد أبوي وأمي، يروح على الأرض أنا وأبوي، أمي تعمل شغل البيت وتروح ورانا، حصيدي زرع مثلا دواب بدنا نطعميها بدنا نسقيها بدنا نجهزها. كان عند أبوي فراس كمان، بعد نخلص الزرع أنا كنت أتولى أمره، روح رعية روح أركب عليا بنت 6 سنين 7 سنين كنت بظهر الفراس وجيبه وجيجي. كنا نشتل دخان نعمل سكاكيب تاي وصلوا بإذن الثاني وصل الشتل، نقعد نشتيل تا صب ايار حزيران يلحق شك الدخان، نروح مبكر بكر من الساعة 5 على الأرض ونجي نجيب عرم الدخان هيك ونقعد حول منا كل أهل العيلة ونشك دخان ونشيله ونعلقه بالمناشير وبالهي حتى يباس ويروحوا يبيعوه. كانت تجي واحد خطب وحدي بده يرد العروس، يجي يعلق العرس يعزم هل بده يعزمين، يجيب نوار يدق بهالطبل يوم يومين ثلاثة ورا بعض، هالأم هالعريس بده تحضر أكل لكش يكونوا موجودين هدول الدايمين تبعين دق الطبول. أيام إذا واحد نتفي يعني قوي تجيب تشغل 6 7 ايام هن يدقوا طبول، وتجيها العروس يجيبوها العروس المسا يحنوها، وثاني يوم الصبح بدهم يردوها على البيت، العريس يكونوا طيبخين كمان من جميع الطبخ من بطاطا من فاصوليه من برغول من كل شيء خبز، يعني يمدوا ميده كامله لكش يكون، وينتهي هالعرس وكل واحد يتبع طريقه ويروح. كنا يا غزي اليابو العيبة أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، جيتونا وشرفتونا ويا متهلا ومرحبا. دفن هالوفاة وبدن يودعوا يمشوا، بدن يودعوا يمشوا، هاي بدها تبكي وهاي بدها تغني وهاي كذا انه يغنوا مثلا، شو بتعرف بتغني تغني، ما بتعرف بتغني تسكت. هاي اللي كانوا هاي كانوا يغنوا مثلا، كانوا يغنوا مريت علي 3 حمامات بطي الجبل فاتوا من كتر البرد والمطر، وخيه قرنصوا ماتوا ولا لنزل على البحر وعد موجاته، شوف اللي جايين اكتر من اللي فاتوا.
والله تقلك ما عشنا مصاعب، كانت الأمور بهذاك الوقت يعني العملة قليلة والشغل قليل، وأوقات يكون معنا مثلا نجيب لوازم بيتنا، أوقات ما يكون معنا، يعني عشنا حلو وعشنا مر. بتشتهر بالكراز، قديما ما كانت لكي، كانت أرض جلدة، صاروا يزرعوا تفاح، ضلوا كم سنة يزرعوا تفاح، اتطوروا صاروا يزرعوا كراز، صاروا يا عزيزتي يطعموا طعومة خوخ، يعني صار الحمد لله هون مزروعات من كافة الأنواع. كانت بدها تغطني بالدواء لما جابوني عروس، كان النهر طايف، قام جوز خالتي شاب كان الله يرحمه ويرحمه، كان طويل، وصلت الفرس متعودة على السباحة، وصلت لطرف المي بهالشهر الله يرزقنا رضا، قام جرر الفرس نزل بالمي وقطع المي، صار بهك الحل، صار بحبلة طويل، صارت تقيم اجريها وتخبطني هيك بالارض، تقيم وتخبط بالارض، بدها تزتني بالمي، جوز خالتي ردني هيك، صرت قمت اخيرا استحقيت النزله بالمي، قمت شديت حالي منه هيك وضربتها بال هاي الركيبات اللي بيكونوا على هذه، وهي طافت هيك طريته هيك قفزيته للمي قفز من جهه لجهه، الحمد لله ما نزلتني بالمي. والله ما كانوا يلعبوا، يا يعملوا حبلي زنزوقة يا حجي، يعني نلعب بالحجي هيك أو هيك بخميسة صيوات، وهذه كانوا كله يعني هذا كان كل لعبنا فيه. هي حكاية تجسد عطاء المرأة السورية في هذا الريف الذي كان ولا يزال كالسنديان العتيق، عطاء على عطاء.